النسخ الخامسة اقترحنا أنها تكون في هذه المحافظة محافظة إسماعيلية بهدف أن نحن ننوع المشاركات، ومحافظة الإسماعيلية لها خصوصية خاصة، أولا وجودها على قريبة من مدن القناة على أساس أن يكون عدد أكبر إن شاء الله من المشاركين، وإحنا رأينا عدد كبير جدا من المشاركين من مدن القناة، وأيضا جو مشاركين من محافظات بعيدة. ثانيا التنظيم الصراحة دائما كل سنة يكون رائع جدا، وزارة الشباب والرياضة قدمت وبذلت جهد كبير جدا في التنظيم، وأيضا محافظة الإسماعيلية وعلى رأسها معالي المحافظ، وكان نجاح كبير جدا. المشاركة مشاركة أعداد كبيرة بلغت حوالي 15,000 مشارك، ومن مختلف الأعمار، رأينا أطفال صغار ورأينا شباب ورأينا أيضا كبار السن ورأينا أيضا ذوي الإعاقة شاركوا أيضا في هذه الفعالية، فكانت مشاركة وفعالية جميلة جدا. ودائما عودونا الأشقاء أنا في مصر إذا في فعالية تحمل اسم الشيخ زايد دائما يقدموا لها كل الدعم على اساس تكون دائما ناجحه. ما انتظروا من سنه لسنه عشان يجي طاقه ايجابيه. بحب الدمج ما بين البلاد، وبحس ان يعني ابين للشباب ان ما فيش مستحيل، ان كراسي متحركه، اعاقات مختلفه، بينزلوا ويشاركوا في الماراثون. ف يعني انت قاعد في البيت بتعمل ايه؟ I do this marathon to make that friendship with Kenyan and Egyptian.